السلام عليكم حبايبيش، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اليوم جبت لكم حلى خفيف بدون فرن ولا غاز ولا اي شيء. عندنا مكونات بسيطه كتير مثل مو شايفين، بس ممكن تقدموها بالمناسبات. هلا هون دهنت ايدي بشويه زيت زيتون وعجنت التمر، ومثل مو شايفين عم حط جوز. فيكن تحط تستبدلوها بأي شيء بس بفضل الجوز أطيب. وهيك نكورها كلها بنفس الشكل، بتعملوا الكمية كلها مثل بعض. حبايبي لا تنسوا الاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا إذا عجبكن، وكمان اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالفيديو، وكمان شو تخطر على بالكم أسئلة أو أكلات حطوا لي بالتعليقات. وهيك بنكور كل الكمية مثل بعضها، وفيكم تغيروا الشكل كمان تعملوها مربع أو مستطيل حسب الشكل اللي أنتوا بتحبوه. وفيكم تقدموه بالأعياد كمان بالمناسبات. حلى خفيف وكمان اقتصادي وما بده غير 10 دقائق من وقتك بس، وكمان صحي للأطفال وللكبار فضلا عن فوائد التمر والفوائد السمسم وجوز الهند والجوز. حبايب مثل ما كلياتنا بنعرف فوائد التمر العجيبة، حتى مذكورة بالقرآن الكريم. هلا حبايبي بعد ما خلصنا الكمية راح نحطها حسب ذوقكم شو بتحبوا، الجوز الهند او السمسم. انا عملت نص بالسمسم ونص بالجوز الهند، ويفضل الجوز الهند تكون ناعمة، انا ما كان عندي متوفرة لهيك حطيت الخشنة. الناعمة بتمسك اكتر. ولا تنسوا النكهة عن جد كتير، جربوها راح تعيدوها كتير. شوفوا على المنظر على الأناقة، كمان كتير لذيذة ومفيدة. كمان تشجع الأطفال ليأكلوا تمر، لأنه الأطفال ما بيأكلوا التمر العادي، مثلا تقدميه سادة أو مقلية، فبهالطريقة رح تشجع أولادك كمان يأكلوا. وشوفوا المنظر، شوفوا المنظر والطراوة كيف. ويلا شكرا، باي باي.